الافلام بن فلان كما قلوا فيها عشت الحياة هذه صعيبة شوية، خاطر بالوقت كيف عرفت روحي ميز بالفيها عشتيها هذه. انتشر فيروس نقص المناعة البشري في كل أنحاء العالم، بلغ عدد المصابين بهذا الفيروس 78 مليون شخص، توفي منهم حوالي 39 مليون شخص، ويقدر عدد المتعايشين مع فيروس السيدا لسنة 13 و2000 ب 35 مليون. عدد الإصابات الجديدة لسنة 13 و2000 بلغت 2.1 مليون للبالغين و 40 و200 ألف حالة بالنسبة للأطفال، وسجل عدد الوفيات 1.5 مليون شخص. أما عدد الحاصلين على العلاج الثلاثي يقدر ب 12.9 مليون شخص. وتفيد المعطيات الصحية المتعلقة بالسيدا منذ سنة 85 و900 و1000 إلى حدود نوفمبر 14 و2000 بلوغ 28 حالة معلن عنها منذ سنة 85 و900 و1000. وقد تم تسجيل 88.500 حالة وفاة منذ سنة 86 و900 و1000، ليكون عدد المتعايشين مع الفيروس حالياً قرابة 20 و400 و1000 شخص. ثلث الحالات من الشباب بين 25 سنة و34 سنة، وتمثل العلاقات الجنسية خارج الأطر الشرعية وغير المحمية السبب الرئيسي لحدوث الانتقال بنسبة 43%. بالنسبة لتونس، بالنسبة للوقت الحالي، أغلب الناس اللي عايشة مع الفياج سي اون ترانسميسيون سيكسويل، مي المدة الأولى بالكل كانوا قبل هي الدروك، خاطر كانوا يمشيوا العبيد اللي خرقت لإيطاليا ولا لفرنسا بالدروك إيفي، جابوا المرض لتونس من الأول وعداوا به نساهم. مارست علاقات جنسية مع واحدة معناها فترة معينة طفلة، معناها ما عندهاش وين تمشي، قالت لي نمشي معك للدار مراه ما عنديش وين نسكن وكذا كذا. انا كيما نقولوا فيها واحد يحشم مش يقول لك هكا، بقينا ما كنتش نتصور معناها باش يصير لي حاجه هذيك ولا باش نمرض بفيروس هذا ولا بحاجه. صار اللي صار معناها، بعد عرفت روحي مريضه مشيت ديركت عملت تحليل لقى روحي مريض بالفيروس هذا. العدوى تعديت عن طريق سكسيال، نخدم عندي راحة بالاثنين وقتها نخرج نعمل في تونس. دخلت في القهوة من القهوة عجبتني بنية، قعدنا مع بعضنا شربت قهوة قعدنا حكينا شوية من هنا مشينا عملنا علاقة هكاك يعني عابرة معناها فهمتنا ماهيش عن حب ولا طلعت مريضة ومرضت جوتها من 2002 حكاية دي حياتي ما عنديش حكاية المخدرات هذي جاء أمور الفرش بالمرأة رقدت في السبيطار وكي حلوا لها ضر الفيروس عندها أنا كبش وياها فيها قالوا لازمك تحلل جيب بناتك، هزيتهم الزوز أنا حللت الكبيرة حللت أنا بعد حللت بناية الصغيرة، الكبيرة طلعت صفاها لباس وقت الصغيرة مشيت لهم حسين مشا هزيت المرأة ومشيت للسبيطار قالوا لي راهي بنتك الصغيرة راهي هاشي فير هكا وكا مريضة، بقيت شهر من بعد رجعت السبيطار ولات ناخذ في دوايا أنا وياها. وصلت بريود جيت خدمت في زون توريستيك وعملت تواج كيف يدي وعملت علاقة جنسية معناها في حاجة منهم معناها يا من التعديت التتواج يا من العلاقة الجنسية اللي عملتها، خاطر بعد مدة سمعت بها الطفلة مريض. السيدة حكاية الفيروس الذي حير العالم، فرغم التعقيد الذي يتسم به هذا المرض هناك أرواح قوية تغلبت على أجسادها الضعيفة وجعلت من المعاناة مصدراً لإلهامها. ك
كايث ألين هارينغ هو فنان مصمم رسام ونحات أمريكي. علم سنة 88 و900 بأنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشري، فجند فنه لمكافحة هذا المرض. رسومات تضج بالحياة ورموز فنية تستهوي الناظر إليها لفك شفرتها. هي لوحات تجسد المرض بكل تطوراته وما فيه من خوف وألم. السينما سلطت الأضواء على هذا المرض، إذ نجد فيلم أسماء لعمر سلامة تجسد فيه هند صبري دور فتاة تعاني من مرض السيدا، مقررة عدم الاستسلام له لتخوض حربا عنيفة ضده لبث الأمل في قلوب المتعايشين مع هذا المرض. سيئة عليك النبي تهدي. عندك حاجة؟ تشتكي من حاجة؟ عندها فيروس سي بس يا دكتور. فيروس سي مش مشكلة. تشتكي من حاجة تانية؟ أنت مالك خايفة كده ليه؟ استنى يا دكتور. أنا عندي إيدز. فيلم صمت لكريم السواكي جاء ليكشف المسكوت عنه من خلال سرد قصص شخصيات واقعية. بطل الفيلم هو من أبناء حلق الواد، اشتهر باسم جيمي، استطاع أن يظهر دون إخفاء وجهه ليتحدث عن صموده أمام هذا الوباء. تزعليك؟ لا لا يودي شفاهم مفاهم لسا أنا نخدم بينما ينشغل الأطباء والعلماء بالبحث عن دواء يمكن العالم من التخلص نهائياً من هذا الوباء، ينشغل المتعايشون مع فيروس المناعة البشرية بهاجس آخر. الهاجس نتاعه ساعات مش الموت ولا المرض، الهاجس نتاعه المجتمع كان في قبية. أول حاجة يقولوا هالي ما عادش يخموا العبيد في الموت، المجتمع وعائلتي شنو باش يقولوا كيف في قبية أنا حامل الفيروس. المرض انا قابله في مخي، قابله متعايش معاه وما ترضيت به، هذاك حكم ربي. المجتمع ما تعبني، وليت كل ساعات نحس راي كاني عايش وحدي في الدنيا. حط مخي لي انا كي نخرج الشارع ما يهمنيش فيهم العبيد، ما عندي حد متعب. المرض مش متعبني، معناتها العبيد هي اللي متعبتني اكثر من المرض. جي ساعات لحظات ننسى لي انا مريض به. يعني عندي دواء ناخذه في وقته، ناخذ دواء الصباح ونفس الوقت ناخذه في الليل، أما المجتمع هو اللي تعب. كي باش تقول لواحد عندك مرض السيدا مش يحس انه السماء هبطت على راسه. علاش؟ خاطر مش يقول اسكو الناس مش تقبلني ولا لا، اسكو خدمتي مش تقعد ولا مش نضطرت، اسكو عندي حق نعرس ولا لا، اسكو عندي حق نجيب صغار ولا لا. هذه ولا الهاجس البلوكاج الكل متاع أغلبية الناس اللي ينفقوا بيهم مش ضد نفس في العامين والثلاثة سنين هذوما، إنه اجتماعياً شنو باش يقول في عائلته، كيفاش باش يتصرف في قرايته، كيفاش باش يتصرف في خدمته، كيفاش باش يتصرف، شنو باش نقول للعباد أنا، كيفاش باش نعيش، شنو باش نقول لأصحابي، شنو باش نقول المجموعة اللي أنا عايش فيها، لازمني نخبي، كيفاش باش نخبي الدواء، كيفاش باش ناخذه والكل. يمثل الوصم والتمييز عائقاً أساسياً أمام الوقاية الفعالة من فيروس نقص المناعة البشري وتقديم الرعاية للمتعايشين.
مشي الخدمة صعب شوية كان مش نخدم كان مش دخلنا القهوة باش نشربوا قهوة مدوها لنا في قبلي كان مشينا حجم باش نحجمو حجم جيتاب باش نحكي لك باش طماع ما يرحمش هدايا أنا قاعد إنسان قاعد يعيش البرة قاعد يبيت البرة عنده بنته صغيرة مرة عامين ونص متعايشة زادة كيفي بالدار ناكريني ساعات نبيت في الدار ساعات ليه مكثورية قاعدة نبيت البرة تونسان يسمعوا بيه مريض مرضى ذاية بالطبيعة باش ينكروه معاه عتقاوي ماشي غضوا بعديه جملة لازم تتبدل فكرة العبد متعايش مع فيروس سيدا إنسان عادي يعمل سبور فما شكون معرس فما شكون معناتها يعيش حياة عادية معناتها نعرفوا نحن سيدا ولا مرض مزمن نجمو نتعايشوا به ونجم واحد يموت عادي ما يموتش بالسيدا دونك كي نعرفوا نحن الطرق الوقاية متاعنا وكل شيء دونك ما عندك علاش تخاف من العبد المتعايش مع فيروس سيدا ناكل معاه نلبس معاه كيف دونك ما يتنقلكش الفيروس سيدا ونعرفوا الفيروس سيدا يتنقل على ثلاثة حاجات يتنقل عن طريق العلاقات الجنسية غير المحمية عن طريق الدم ومن الأم الجيني متاعها أنا كي باش نقعد ناكل معاه بالمغرفة عملت شي علاقة جنسية غير محمية فماشي عن طريق الدم فماشي من الأم المصابة الجنين نتاعها ما فماش دونك نفكروا خلينا نفهموا هالفيروس هذا شنيا نفهموا انه الشخص اللي ياخذ تريتمون نتاعو ياخذ الدواء نتاعو هالعلاج نتاعو راهو لا شخص في غال نتاعو نسبه الفيروس في الدم تبدا انديتكتابل معناتها ماهيش موجوده معناتها راهو براتيكمون شخص ماهوش ناقل للفيروس هذا تخاف برشا ويتجاهلوها المرضى ذايا يخسابوا كل شيء يعدي بس ما تعرفش هذيك نقولوا احنا مرض مزمن اما كلمة سيدة بالنسبة لنا ما بين قوسين كلمة تعمل اونيتيكيت بريسيز على الشخص مش كما تقولوا راو عندك السكر ولا عندك ضغط الدم كما تقولوا راو عندك السيدة يحسها وينظر لها وحتى المجتمع ينظر لها بمنظر آخر إذاك علاش يخليه هو ديما متأثر ديما شو نقولوا احنا مارجيناليزي يحس لي رجار عليه مش كيما أي مرض مزمن آخر احنا ليدي هذيك نحبوا نحيوها خاطر هو مرض فيروس كما أمراض أخرى الدواء موجود وينجم يوصل المرحلة اللي هو معناتها داير ظاهريا ما عنده حتى معناتها علامة دونك معناتها إلى سيت أفونتاج كمان في بالنسبة لنا هما شعبي يحكموا كان ثم عباد مرضى ونرى فيهم كيفاش يعاملوا فيهم كيفاش معناتها بزي نقول لهم أنا مريض يعاملوني كيف يعاملوا في العباد الأخرى كيما يمرض الهيباتيت يبدو يعملوا فيه معاملة قال يقول لهم ماشي فيه أنا كنت نخدم في شغل راقي تبقينا لمدة 8 سنوات كيف فاقوا بي مريض طردوني الوقت هذاك معناها أيست من الحياة وأيست من روحي معناها وصلت حتى معناها الحالات الانتحار فاقوا بي خاطر غبت ومرة جبت صرصة في كا معناها شكوا فيها قالوا لي معناها تنجم ترتاح 15 يوم 20 يوم وبعد معناها وقت كيوفير كونتراتو يمكن مازال كونتراتو فيه بعض الأشهر وكل شيء قالوا لي معاش حاشتني بيك خدمت معاهم 8 سنين معناها بقلب ورب وعندي ديبلومي واموري واضحة ولاباس اللي تسبب في الخصائص الاجتماعية هذه هو الوصم والتمييز انه يطرد من خدمته على خاطر حامل الفيروس نتاع السيدا انه يطرد من عائلته على خاطر حامل الفيروس نتاع السيدا انه يطرد ينبذ من المجتمع ولا من القهوه اللي هو خاطره متعايش بالفيروس نتاع السيدا الشعب ورى للعالم انه متطور وشعب اعطاه نظره اخرى
للعالم راهو شعب معناتها يفهم وشعب يتأقلم مع الوضعيات. فقعد هالحالة المرضية هذه اللي يعيشوها الناس اللي متعاشها بالفيروس، ونأكد اللي الحالة المرضية هي الوصم والتمييز موش الحالة المرضية الصحية معناتها الجسدية. دونك نحاول نفهموا هالأشخاص هذوما اللي هما أخواتنا وهما من عائلتنا وهما توانسة كيفنا كيفهم، نحاولوا نفهموهم، نحاولوا ما نمضوش، نحاولوا نخليه يخدم ناتج. علاش نطردوا أنا إنسان يخدم في قهوة ولا يخدم في شركة ولا يخدم موظف عادي؟ علاش نطردوا؟ فاش باش ينقل الفيروس ولا فاش باش يضر الأشخاص هذوما؟ علاش نجبروا إنه الأشخاص هذوما يعيشوا كاشات ويعيش بعيد ويعيش في عزلة في وسط الثورة وكل شيء؟ عودت لهم مطالب أخرى وعادت لهم كذا، قلت لهم نخدم أي حاجة حتى جنان حتى كذا حتى كذا حتى كذا، نحب حتى حد يرحم ويطردوا فيه. هذا جزء من المجتمع في النهاية، هو أنا إلا أنه بالشخص غيري. الخوف من الوصم يمنع المتعايشين أحياناً من طلب العلاج ويمنعهم حتى من التقصي عن المرض. pour aller se faire dépister راهو ساق القدام وعشرة الدين، ماهوش خايف من اللي باش يلقى، خايف من النتيجة نتاع التقصي. ساعات يقول لي ما نعرفش خير، ولكن حتى كان ما يعرفش ويكون هو بدنه حامل الفيروس باش يجي نهار ويولي يعرف، باش يجي نهار ويصير له مضاعفة يتلز باش يمشي. دونك التقصي المبكر والعلاج المبكر في صالح أي شخص تعرض لفاكتور دو ريسك. نقولوا احنا راهو ينجم يكون الإنسان حامل للفيروس وينقله لحد آخر وما يظهر عليه حتى علامات. لذا إذا كان الناس تتقصى هي من ناحية هو باش يخضع العلاج بصفة مبكرة ويعيش حياته عيشة طبيعية، ومن ناحية أخرى يحمي ناس أخرين باش ما يتعدى لهمش الفيروس. عرفت مرضي على طريق تحليل مع تطوعي في بيب سعدون، حللت تيست رابيد، هذاك تيست رابيد مشيت حللت وقيت روحي مريض. ثم سنتر الشمس هذاك كنت كل طزنطان شهرين محاكمة على علاقاتي الجنسية، ديما نمشي نعمل كنترول غاديك الوتات. الكنترول هذا حكي قال لي طبيب راك اشي فيه، تصدمت انا غاديك، انا عرفتها زيت باش نطيش روحي محاولة انتحار. صدمة قد تؤدي لازمة نفسية وحالة اكتئاب، فرغم وجود بعض المرضى الذين يتحلون بالشجاعة ويطلبون من الطبيب أن يطلعهم على مرضهم، إلا أن الوضع يختلف من مريض إلى آخر. إنها من أصعب وأحرج الأوقات التي يتعرض لها الطبيب. الحاجة قبل ما نعملوا تيست دو بيساج فما تصير كونسلينغ مع الجون هذايا، نهيئوا معناتها كل شيء، نحكي له شنو هي الفيروس بتاع السيدا، طرق الانتقال للفيروس بتاع السيدا، نهيئوا العبد هذاك بالكدا، وبعد كده نعملوا التحاليل بتاع السيدا. تكون النتيجة في وقتها، ولكن مش معناها باش نعلموه اللي هو عنده فيروس نقص المناعة، ومعناتها هو باش لازم يكون متحضر تدريجيا، على خاطر عندنا ان دوزيام تيست يتعمل في مخبر في مستشفى شانيكول نسميه احنا تيست ويسترن بلوت، اللي هو يفا كونفيرمي لا بوزيتيفيتي. وال في الجمعية متاعنا خاصة إذا واحد نلقاو عنده حامل الفيروس هذايا نرافقه وما نسيبوش، تليفونات في الليل في النهار الصباح باش يمشي يعمل تحليل نهزو أنا نهزو نحنا في الجمعية، ما نخليهوش، نجاوبوا على كل سؤال. هم فهموني معناتها كان ما جاش فما شكون وعاني وشكون فهمني يمكن راني انتحرت معناتها. يبدا مفجوع وما نعرف شنو عليه، كي يخرج شنو يكون رد الفعل نتاعو، يزمو كي يخرج معناتها يكون هادي، يكون متقبل نوعا ما الشك اللي في النتيجه. اغلب الوقت يبدا الانسان متوقع اللي عنده حاجه، دونك احنا نعاونوه باش هو يفهم شنو عنده،
واغلب الوقت هو اللي يقول في الاخر انا عندي سيدا، معناتها يسال السؤال باش انت تجاوب تقول له ايه. مي مش هذه الحاله اللي موجوده ديما، معناتها فما ناس اللي ما عنده حتى شك اللي هو عنده حاجه كيما هكاك، خاطر لا زرق زريرق لا شاف عبد اخر ابار راجله ولا مرته، دونك ما يخممش اصلا اللي هو تيجي يكون عنده الامكانيه نتاع المرض هذاك. هذاك يلزمنا نكونوا معاه سايسين على الاخر باش نوصلوا له المعلومه على برشا مرات، خاطر ما تنجمش تقول له حاجه كيما هكيك في مره واحده. دونك ديما نقولوا له اللي فما نقص في المناعه اللي احنا مش نلوجوا علاش النقص في المناعه هذيا، اسكو حاجه موروثه ولا مكتسبه، وبعد نقولوا له الموروث كله ما فماش، دونك قاعدين نلوجوا في المكتسب. نجمو نشاوروه زادا، نجمو نعملوا لك تحاليل نتاع الامراض المعديه منهم مرض السيدا والا لا. بعد بشويه بشويه هو برك يفهم واحنا نقولوا له بيان سور احنا نحاولوا نسيسوها على الاخر كي نقولوا له الحكايه هذه. وعندنا البسيكولوج معنا اللي يعاوننا برشا، خاطر يعاون المريض باش يتقبل الحكايه هذه. ربما يكون اخبار الاطفال بمرضهم الامر الاكثر حساسيه لكونهم صغارا، فيحاول الطبيب مراعاة العمر والجانب النفسي لكل حالة. معناتها احنا توا عندنا صغار من البيبي حتى تبارك الله اللي يقرا في اليونيفرسيتي، راه معناتها عندنا شكون حتى من الصغار الاولين اللي مرضوا بالدم اللي جاي من فرنسا ليزيموفيل اللي عملوا 40 سنة توا. يقراوا عادي مع الصغار، يمشوا للروضة، خاطر ما فما حتى ريسك انه صغير يعني صغير اخر. خاطر هذه مرض يتعدى كان بالجنس ولا بالدم. الصغار في وسط بعضهم ما فما حد شاب. وبالنسبه لامكانيه الدم معناتها قليل ياسر باش وسط صغار يتجرحوا فرد وقت، ومعناتها الامكانيه غير وارده اصلا. معناتها الصغير يمشي للروضه نتاعو، يمشي للمكتب نتاعو، يمشي لليسي يقراو على رواحهم. فيهم اللي نجح في قرايته، فيهم اللي لا، فيهم شكون سمعوا بيه اللي هو مريض وعذبوه شويه. تلميذ ما عنده حتى ذنب يلقى روحه في مدرسة، كيفاش باش يتعامل معاه المدرسة نتاعو؟ هل أن التلامذة باش يتعاملوا مع هذا الذي يحمل هذا الفيروس معاملة عادية وإلا معاملة خاصة؟ وهنا تفتح بأبواب كثيرة في مجال المعاملات، لأننا نحن غير مهيئين لهذا التعامل. الناس تخاف من حاجه ما تفهمهاش، ذاك اللي مساء نقول لك فيه، انا كي ما تعرفش انت شنو قدامك تخاف منه. الاطفال بحاجه لنا. الاطفال بحاجه لكم. لكم انتم. انا. انت. انت. انتم. تعالوا كلنا مع بعض. كلنا مع بعض. في مصر. في الاردن. في السعوديه. باليمن. في سلطنه عمان. الامارات. جيبوتي. في فلسطين. العراق. في تونس. في المغرب. في الجزائر. العراق. في السودان. في كل الخليج. سوريا. بلبنان. وين ما كان نتعاون ونأمن الحياة، التعليم، الصحة والحماية لكل طفل، حتى نخليو عالمنا عالم أفضل للأطفال. نفهموا اللي فما حيوان صغير في وسط الدم نتاعه لازم نقتلوه. باش نقتلوه لازم نشوف الدواء، باش ينجم يقرأ، باش يجيب معدل بي، باش ينجم يلعب سبور. من اللي يبدا 6 سنين نبدا كل مرة نزيد نقولو حاجة جديدة على هذاك الحيوان الصغير اللي في الدم، نبدا كل مره نزيد نحكي له عليه حويجه منين يجي اللي هو جامع عن ماما، واللي ماما ما فهمهاش اللي هي مريضه في الحال احنا ما جاتناش، باش هو يستوعب اللي فما حاجه. ومن بعد نهار من نهار باش نخليه على الحجر وباش نحكي معاه، باش نقول له راهو الحاجه اللي نحكي فيها عند عامين راهي اسمها هكا. وساس باس بيان. في النهايه هو ابتلاء. الابتلاء شكون باش يتحمل مسؤوليته؟ نرجعوا لهنا للغيب اللي قدر الله ما شاء فعل. هي مصابة بفيروس فقدان المناعة المكتسبة، إلا أن الرغبة في الإحساس بالأمومة جعلت هذا تتجه إلى الطبيبة لاستشارتها في مسألة الإنجاب. كيفما بسيبيليتي باش نجيبو صغير ولا احنا خايفين لا يطلع مريض معنا؟ بيان سور احنا ديجا من غير الدواء ولدكم الاولاني جا لاباس الحمد لله يا ربي. اما مش توا مش نعطيك الامكانيه نتاع انك تجيب صغير، حاجه حقك هذيكي. يقعد انه انت تحب تجيب صغير بالحق ولا لا؟
ولا جوست خاطر باش ترضي ولدك. تحب تجيب صغير دونك باش نجمو نجيب صغير لازم ناخذ الدواء بالكدا. علاش؟ خاطر باش الصغير يجي لاباس وان شاء الله يجي لاباس لازم يكون الفيروس سرقت كومبليتمون في الدم. دونك لازم نكونوا خذينا الدواء على الاقل مده 6 اشهر عام ويكون الفيروس مش موجود بكل في الدم لا عندك انت لا عند راجلك. وقتها فما امكانيه لي احنا نجيبوا صغير جديد داكوغ. والصغير هذايا مادام انت حبل بيه وتاخذ في دويك ان شاء الله يجي لاباس عليه داكوغ. دونك ما فماش مشكل في انك تجيب ولا ما تجيبش. نجمو نجيبو صغير هذا حقنا والصغير يجم يجي لاباس واغلبية الوقت يجي لاباس اما يزم نسمعو الكلام. يستخدم الاطباء والممرضون الإبرة داخل الوريد لسحب الدم واعطاء السوائل والأدوية المعالجة، إلا أن ظاهرة استخدام هذه الإبر لحقن مخدرات زادت من خطورة الإصابة بفيروس السيدا. أغلبية العباد تتعاطى المخدرات عن طريق الحقن. لي فارماسي يقول لك أنا من لي فارماسي ما فماش ما يعطيش سورانك. دونك العبد يتعاطى المخدرات في الوقت يمشي سواء كان في الصباح ولا في الليل يمشي ما يلقاش زريقة ولا فارماسي يفرض باش يعطيه الزريقة. دونك هو يلتجأ معناتها يلقى زريقة طايحة في القاع دونك يستعملها هو. وفما شكون يستعملوا زوز مع بعضهم يزرقوا لبعضهم. دونك يجب يكون العبد هذاك معناتها حامل معناتها عنده الهيباتيت سي ويجب يكون عنده زاد كيف الفيروس نتاع السيدا. دونك يجب ينقلوا العبد هذاك. هربت من المخدرات وليت ديما في غيبوبه ما عادش نحب نعيش مع الكون وليت ديما منعزل لوحدي. المخدرات وديما وحدي المخدرات وديما وحدي حتى اللي مرضت بزيد مرضت بالهيباتيت سي. وللتقليص من الضرر الناجم عن السلوكات المحفوفة بالمخاطر أنشأت الدولة مراكز للعلاج بالتعاون مع منظمات دولية وجمعيات مدنية. ناخذ الأشخاص هذوما نحذروهم للإقلاع الكلي على المخدرات. التجارب ورات في العالم وحتى في تونس انه لما تهز واحد يعمل باش يبطل المخدرات في مركز معين نسبه لو تو دو ريسيديف معناتها اللي براتيكمون 90% الناس ترجع تستهلك في المخدرات. بعد علاش ترجع تستهلك المخدرات؟ خاطر ما عندوش مشروع حياتي ما عندوش ان بروجي دو في ما عندوش شنو باش يعمل من بعد اكل الحياه اللي كانت معبيه نزرق العشرة من بعد نص نهار من بعد ما ساعتين ونمشي ندبر حق الزريقه نتاعي نمشي نتصرف. معناتها حياته كانت كلها مربوطه بالماده المخدره. انت نحيت الماده المخدره حياته شنو فيه باش تفرغ. دونك انا نحضر له ان بروجي دو في ان بروجي دو في خدمه مشروع حياه يولي يعرف يولي عنده دي روبير معناتها في حياته عنده اون اكتيفيتي سبورتيف ندخله في الحياه الرياضيه يولي يكور مع اولاد حومته يكور في الوسط اللي هو عايش فيه نبعده شويه من البيئه اللي هو عايش فيها مع الناس اللي تعاطى في المخدرات هاي نمشي نزرقوا مع بعضنا اي حاجه. دونك نحاولوا الحاجه المهمه انه نرافقوا حتى اللي يختار خدمه كان ما عندوش خدمه حتى اللي نختار تكوين كان ما عندوش تكوين كان عنده حجم نعاونوه باش يحل حنود نتاع حجامه. ان شاء الله يا ربي نوصلوا انه نبدلوا القانون نفسو انه نجمو نداويو الناس خاطر راهو دونك ايفي تولي مرض ما مقاتش حاجه اخرى ما هيش جرم. المجرم هو اللي بيع اما اللي زرق خاطر على غالب معناتها طيحناه للحكايه هذه يولي مريض لازم نعرف نداويه مش نحطه في الحبس. النهارات اللي نجمو نبدلو المنظومة كاملة متاع الدروغ نهارتها نجمو اون اسبيغ اللي احنا نبدلو برشا حكايات في البلاد. واللي يحبو ربي معناتها وان شاء الله ربي يهديه ماذا بيه يبعد كومبليتمون ما عادش يقعد 5 سنين موجوع ولا يعيش حياته الكل موجوع معناتها مع روحه. فقد أثبتت الإحصائيات أن متعاطي المخدرات عن طريق الحقن يصاب أغلبهم بفيروس نقص المناعة المكتسبة بالإضافة إلى التهاب الكبدي الفيروسي. أنا جاوني حالات اللي يقول لك أنا نمشي للسبيتار وفما معناتها دي ميدسان حتى كي يلقى عنده الهيباتيت
ما يقولوش عندك ليباتيت خاطر يخاف باش يقول له تريتمون وينو. طبعا العبد كي عنده السيدا باش يقول له فما تريثيرابي وفما بريزون شارج كامله، مي عنده ليباتيت مشكله معناتها مشكله. كلمه بركة على نداء على ليباتيت سي كان ينجموا يعطيونا الدواء ولا رانا توانسه كيفكم وكهو. الشباب اللي قاعد مش عارف الخطر وين، على خاطر يبداوها بضحكه ولعبه وزرق وما فيها شيء، وهو تراني انا ما عندي حتى شيء، معناتها كل اللي يحط له جوليت اونجو شبيه خايف. هكا اللعبه هذيك وقت فديك راهي بشويه بشويه نجر عليها بشويه بشويه لادمان، واذا كنت خلف الادمان راه دخوله سهل وكلك الخروج منه صعيب برشا. تبقى الإحاطة الاجتماعية مهمة للتخفيف من معاناة المرضى ولتوفير الاستقرار النفسي والاجتماعي عن طريق مساعدتهم لتفهم طبيعة المرض وفتح آفاق الأمل أمامهم. ثم جمعيات وثم معناتها إعانات تزيد، معناتها ثم معناتها يعاونوهم مثلا في بطاقات علاج، في البطاقة تاع التنقل من بقعة لبقعة. ما عنديش كاميرا، مشاو قبلي وحبوا على المنحة وما عطوهمش حتى انا بدي سلمت. برشا اصحابي مشاو طلعوا كرنيات ومشاو دفعوا باش ياخذوا المنحة وهزوا سيرتيفيكا وهزوا اليوم مرضى وين. انا بنتي صغيرة تعيش عند بناتها، بناتها مرأة كبيرة، كنا ملمومين مع بعضنا. توفت المرحوم، رجعت انا لدارنا، امور مادية عاد باش نمشي للسبيطار، معناها مش على ساقي ولا نحملها ولا إنما ماذا بيا نعيش أنا وبنتي، وحتى حتى في جراج في بيت صغيرة مو تبدا تحتي هي يعني. أنا ترقد عندي كان تواليه تنزل أنا نكوشها ساعات تعمل الكوش هي مزالت. صغيرة مستحقين بها. لازمنا نتبناو فكرة المساعدة الاجتماعية. راهو المساعدة الاجتماعية ماهيش مساعدة مادية تختصر على المساعدة المادية فقط، لا، هي مساعدة للشخص، هي مساعدة للوضعية اللي الشخص اللي تعيش فيه. أنا ما عنديش فلوس، إي نحاول نلقالو حل واحد آخر، حاول نوجهو الجمعيات. ما فماش كان الجمعية نتاعنا نحن، فما جمعيات أخرى نتاع المشاريع الصغرى، فما جمعيات اللي هي تقري وإلا تعمل تكوين مهني بلاش الأشخاص هذوما. نحاول نوجهوا لهم، نحاولوا نلقاو حلول، مش نقعدوا كان عندي فلوس ولا ما فماش فلوس ولا ما عندكش كارتة ولا لا جيب لي بطاقة تعريف ولا سنة حتى المجتمع الاجتماعية والكل. احنا نسمعوهم برشا كيف يجي هو عنده مشكله في الدار، اغلب الوقت مش يحكي لي ليا انا، ما يحكيش لحد اخر. عندنا دو بسيكولوج في السيرفيس اللي هما يسمعوهم ريغولييرمون، واذا فما مشكله جديده فما شكون سمعوا به مثلا الناس وقلقوا في الخدمه ولا في الدار ولا في الشارع، يجي حتى 2-3 مرات في الجمعه باش يشوف بسيكولوج باش يحكي باش يفرغ. بعد بالنسبه للرعايه الاجتماعيه هذيك مش تبعتنا نحن مالوغوزمون، خاطر ما نجموش نعطيهم فلوس، ما نجموش نعطيه دار، ما نجموش نعطيه خدمة نون بلو، مي احنا نحاولوا نعاونوهم و سي فريكون اللي احنا نعاونوهم. منظومة علاجية غير واضحة لم تلبي احتياجات المتعايشين مع فيروس السيدا. ماهيش في حاجة معناتها، معناتها كي ناخذ اون شارج راهو مهم جدا، راهو انسان نحن نطلب منهم انهم ياخذ الدواء نتاعو ويكون اوبسيرفون، معناتها يكون مباشر العلاج نتاعو يعمل ليدوكاسيون ثيرابوتيك، وفي نفس الوقت تلقاه عنده مرض معناتها معين ما عندوش الدواء نتاعو، شنو باش يعمل؟ دونك فالمنظومه هذيا قاعده ماهيش واضحه، حتى لينا نحن مش واضحه، معناتها فما الآراء متضاربة والأفكار متضاربة. يقول لك لا العلاج المجاني، دونك ياخذ مجانية العلاج الكل،
في الواقع تلقى حاجة أخرى، معناتها في السبيتار ولا في الفارماسي لا الدواء هذايا ما فماش برا شريه من البر. فمثالش كان نوضحوها، معناتها يدخلوا عباد مسؤولين في المجال هذا ويقولوا راهو العلاج مجاني، وخلي كان ماهوش مجاني خلينا ناخذوا الاحتياطات نتاعنا باش نعرفوا نشوفوا كيفاش نجيبوا لهم الدواء هذايا. هو دو باغ لا لوا، دو باغ لا لوا، ما هذه حاجات اللي الناس ما تعرفهاش، انه المريض اللي عنده انفيكسيون في الياش عنده لا غراتويتي دي سوان في كل شيء. الا اذا مثلا يستحق ابارياج كبير وقتها يلزمنا يا ندخلوها على السيستم انديجون اللي هو موجود في السبيطارات الكل، يا يكون عنده كنام وقتها نطلبوا له الدواء من الكنام. اذا ما عندوش كنام يولي انديجون كيما الناس الاخرين الكل. علي احنا العباد الفقراء اللي الدوله تعطي في اكثر من 50,000 كارني بلان في العام، كيف يعمل كونسير ما يداويش؟ ما يداو عطا وقتها سباو كاسيون فياش وبا. اذا ما عندوش كارني وما يجمش يتخلص عليه الكنام شنو ثيرابي نتاعو، الدوله تشريه. المتعايشين مع فيروس السيدا يساهمون في توعية ومساعدة الآخرين للخروج من المشاكل النفسية، بل هي مساهمة منهم في تغيير الفكر الخرافي والتقليدي الذي حول المرض إلى كابوس، حتى يؤكد للعالم أنهم قادرون على تغيير الصورة النمطية لهذا الفيروس والتحول من موقع الضحية إلى دور الناشط والمساهم في توعية المجتمع. الأشخاص هذوما ولاو معناتها أفراد، ولاو ديزاكتور كيفنا كيفهم، ولاو يقاموا في السيدا حتى هما، ولاو يوعيوا في العباد، ولاو يوعيوا في الأشخاص اللي متعاشى بالفيروس الأخرين، ولاو هما يقوموا بالإحاطة النفسية والاجتماعية والطبية والتربية العلاجية متاع الأشخاص الأخرين. في السبيطار تلقى واحد ضايع مازال مش عارف معناتها كل مرافق معناتها ترافق وتقول له شنو ناقصك، شنو تحب تعمل، شنو الحاجة مثلا اللي تحب حاجتك بها في السبيطار بالضبط. ما عرفش ساعات حتى يعمل تحليل، ما عرفش منين يمشي باش يقابل المرج ده. توا الشخص اللي متعايش، وفما العديد من الاشخاص اللي متعايشه بالفيروس، يقف كيف وكيما اي مسؤول في جمعيه ولا في 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 في, في الوزاره يتحدث عن الاشخاص الاخرى اللي متعايشه في الفيروس. فما اشخاص موجوده في اللجنه القياديه بالنسبه لمحاربه السيدا. نعمل انديكاتيف، انا تطوعت لها ونهز العباد ونهز للسنتر ونبعث العباد للسنتر ونبرى النحيان ونكسرها ونقول له ليه معاش تعمل بها عود واحد أخرى، وزوز يستعملوا بعضهم كلهم لازم كل واحد يستعمل وحده وكيكا. فهمت ثم ديكاتير بير صاحبي، فهمت هو اللي ورامل وليثان في نحضر دروس على الليباتيت. فمع بيت تقدم رواحة للمجتمعات لتصلح من سلوك المجتمع، يقول له انا هاني وصبت بهذا الفيروس وانا متعايش معه وانا انصح الناس بالابتعاد عن مثل هذه الممارسات، وهذا يصلح كما وما تصورش الانسان معناها باش يكون اجره عند الله كيف باش يكون هذا، خاطر هو باش صحيح معناها صار ما هو ما صار مما هو سلبي، ولكنه يحول هالشحنة السلبية هذه إلى طاقة إيجابية ويغير بها المجتمع. أنا الوعي 10 10 10، أنا ما نعنى 30 يعني باش بتعوش وقت 30 ذلك ما كما نعنى 30 أخرية هكيك على الأقل سمى ساعة معناها في أولاد بلاده باش ما يمرضوش، يعني المعنى اللي ستحط فيه أنا وضبي أولاد بلادي ما يتعوش فيه. يزينا معناتها يزينا مع كلمة المريض، هو ما عادش مريض اللي هو إنسان متعايش، يزينا من اللي هما يسخفوا واللي هما ضحايا. ليه معناتها مش لازم نقعد نلوجوا كيف جاء الفيروس، المهم توا إنه أشخاص هذوما فاعلين في مجال محاربة السيدا. تبقى العلاقات الجنسية غير الشرعية فضلاً عن تعاطي المخدرات أهم الأسباب المحدثة لهذا المرض، ولأن الإسلام منهج حياة متكامل فإنه لم يتغافل عن جزء مهم في حياة البشر، فأرسله من القيم ما يحفظ المجتمعات وتماسكها. إن البعد الأخلاقي في العلاقات الإنسانية هو أهم ما يمكن أن يستثمره الإنسان، لأن البعد الروحي في حياة الإنسان هو ميزة خصه الله بها،
الإنسان في الحقيقة لاصق الجسم بالتراب، عالق الجفن بالسحاب، وقيمته تتمثل فيما يتميز به من هذا السمو الأخلاقي. واحد تاب من الحالة، معنى حالة عملها وكلفته غالية، يقول لي واحد ما يتجنب يحكي مع راجل كبير، مع مثلا مع إمام، مع كذا، مع حاجة تخص دين تخص كذا، هذه هي اللي تنفو، ما ينفو حتى حد، وفي الآخر كان ربي هو اللي ينفو. الإنسان دي ما يعيش على أمل، على أمل. وحتى وشوفك الحديث الشريف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة واستطاع أن يغرسها فليغرسها فإن له بها أجرا. توقعت القيامة وفيها كل شيء، واحد عنده غرسة واستطاع أن يغرسها فليغرسها فإن له بها أجرا. هذه قوة الإيمان والأمل. ابتلاء من عند الله هو يختبر عبده، ما يلزمه يصبر معناتها على المرض، مهما تكون معناتها ظروف شنو، يلزمه يصبر ويقول يا ربي الحمد لله، يا ربي كيما عطيتني كيما تنجم تشفيني. كان جوال معناتها متجنبه من الحاجات هذوما، ما يزرقش، ما يوشمش، ما يمشيش يزنى، ما يعملش حاجات الغالطة، معناتها نشوف أنا معناتها كونه لو نجم لاباس، معناتها ما تصيرلوش الحاجة هذي. ويبقى الأمل دائما ما بقيت الإرادة باش نعيش. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.